السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم النهاردة دكتور ياسر حافظ، مدرس أمراض الباطنة. هنتكلم النهاردة عن محاضرة Approach to Endocrine Disease. طبعا الاندوكراينر جلاندز اللي عندنا في البادي كلهم حوالي 10 جلاندز، بيبدأ من البرين في الباينيال جلاند، الهايبوثالاموس، البيتيوتري جلاند، الثيرويد جلاند، الباراثيرويد جلاند، والسايموس، الادرينال جلاند او السوبرارينال جلاند، البنكرياس، وفي الفيميل في الاوفاريز، وفي الميل في التستس. فدول يعتبروا ال10 مين اندوكراينال جلاندز الموجودين في جسمنا. وطبعا البيتيوتري جلاند هي تعتبر هي الماستر جلاند اللي بتتحكم في كل الفانكشنز بتاعت الاذر اندوكراينال جلاندز في الجسم كلها. فهنيجي نتكلم على الاندوكراينال ديس اوردرز او الديزيز ممكن تحصل لاي انسان. هي عباره عن حاجتين، يا اما في هايبر فانكشننج او هايبو فانكشننج للجلاند، يعني يا اما الجلاند شغاله زياده عن اللزوم، يا اما فيها ديكريز للفانكشن بتاعها. وبنقسم بقى الكوز حسب اذا كان برايمري او سكندري، حسب الديزيز في انهو جلاند بالظبط. يعني في حالات الديسفانكشن او الهايبو فانكشن، لو الديزيز اوريجينيتنج في البريفرال اندوكراين جلاند اتسلف بنسميه برايمري ديسوردر. يعني هي المشكله كلها في الجلاند ذات نفسها، الديزيز في الجلاند ذات نفسها فهو اللي مؤثر على الفانكشن، عامل هايبو فانكشن، فبنسميه برايمري ديسوردر. انما لو في اندر ستيميوليشن بالبيتيوتري جلاند اللي احنا قلنا عليها، هي دي الماستر جلاند، في الحاله دي بنسميها سكندري ديسوردرز. او ممكن يحصل اوفر ستيميوليشن من البيتيوتري فبنسميه سكندري ديسوردرز بس في هايبر فانكشننج. يبقى الاندوكراين ديسوردرز حاجه من اتنين، يا اما هايبو فانكشننج يعني ديكريس الفانكشن بتاع الجلاند، وبنقسمها برايمري وسكندري حسب الاوريجن بتاع الديس اوردر، يا اما في اوفر ستيموليشن او هايبر فانكشننج، وده غالبا بيبقى نتيجه اوفر ستيموليشن من البيتيوتري، وغالبا بيبقى سكندري ديس اوردر. زي ما احنا قلنا ان الديس اوردرز حاجه من اتنين، يعني الديزيز او الديس اوردرز ممكن تحصل في الاندوكراين جلاند حاجه من اتنين، يا اما هايبر فانكشننج نتيجة الهرمون اوفر برودكشن او اندر برودكشن فبنسميها هايبو فانكشن. هنتكلم الاول على الاندوكراين هايبر فانكشن. لما يحصل هايبر فانكشننج للاندوكراين جلاند زي ما احنا قلنا ممكن يبقى نتيجة ايه؟ اول حاجة ممكن تبقى نتيجة الديزيز في الجلاند اتسيلف فبنسميه برايمري ديس اوردر، نتيجة ان في هايبر بليزيا او نيوبليزيا في الجلاند اتسيلف، او يحصل اوفر ستيموليشن بالبيتيوتري جلاند ففي الحاله دي بنسميها سكندري ديس اوردر. او ممكن ان يحصل في بعض الحالات ان يبقى في كانسر بتطلع هرمونز بس اكتوبيك، يعني مش في مكان الجلاند ولا البيتيوتري، فيبقى في بعض الكانسرز ممكن تطلع هرمونز تعمل اوفر برودكشن، في الحاله دي بنسميها اكتوبيك هرمون برودكشن. او ممكن في رابع احتمال هو الفاكتيشيوس، ان ممكن في ناس بتاخد الهرمون ده كدراجز، ممكن ناس تاخد الهرمون ده كدراجز لاي سبب تاني من غير طبعا ما تستشير الطبيب، فده يحصل هايبر فانكشننج للجلاند والهرمون ليفل في البلد بتزيد، ففي الحاله دي بنسميها فاكتيشيوس ديزيز. واشهر حاجه طبعا الفاكتيشيوس هايبر ثيروديزم، الناس اللي بتاخد ثيرويد هرمون علشان تخس، ده ممكن يحصل لها هايبر ثيروديزم نتيجة الهرمونز اللي هي بتاخده من بره، فده بنسميه فاكتيشيوس ديس اوردر. يبقى الاندوكراين هايبر فانكشن، يا اما برايمري ديس اوردر في الجلاند ذات نفسها، او سكندري ديس اوردر نتيجة الاوفر ستيموليشن بالبيتيوتري جلاند، او اكتوبيك هرمون برودكشن ان الهرمونز طالعة من كانسرز بس في الاذر تيشو غير الجلاند اتسلف. او ممكن يحصل حاجة اسمها فاكتيشيوس ديزيز، ان هو بياخد الهرمون او اكسوجينوس هرمون ادمنستريشن وزاوت تيلينج ذا فيزيشن. انما الاندوكراين هايبو فانكشننج دي غالبا بتبقى غالبا يعني بيبقى سكندري ديس اوردر، يعني في هايبو فانكشننج في الاندوكراين جلاند نتيجه الاندر ستيموليشن باي ذا بيتيوتري جلاند. وبعض الحالات ممكن تبقى برايمري ديس اوردر، يعني الديفكت وزن ذا بريفرال جلاند اتسيلف، ويبقى ده نتيجة يا إما congenital أو acquired disorders. وأشهر acquired disorders ممكن بتعمل primary hypo function في الجلاند هو autoimmune diseases أو autoimmune disorders، tumor في الجلاند، infections، vascular disorders and
طيب لما بشك ان العيان عنده اني اندوكراينال ديزيز، ايه اللابوراتوري تيستينج فور اندوكراينال ديس اوردرز؟ يعني انا دلوقتي شكيت او السيمتومز العيان اشتكى باني سيمتومز اوف اني اندوكراينال ديزيز، ايه اللابوراتوري تيستينج اللي عليها في التشخيص؟ اللابوراتوري تيستينج هو معظم السيمتومز بتاعت الاندوكراين ديس اوردر بتبقى نون سبيسيفيك، فعشان كده ككلينيكال اللي انا ممكن اطلع ككلينيكال ريكوجنيشن بيبقى متاخر شويه، فعشان كده بيبقى الاعتماد كله على البايوكيميكال دايجنوز، على الانفستيجيشنز ان انا اقيس الهرمونز ليفل في البلد او اقيس الميتابولايتس بتاعته في اليورين. فهو الانفستيجيشنز كلها عباره عن كده، يا اما بقيس الهرمون في البلد او الميتابولايتس بتاعته في اليورين، او بعض الحالات او حاجه سبيسيفيك للاندوكراين ديزيز ان انا في حاجه اسمها دايناميك تيست زي ما هنقول عليها دلوقتي. بس ان في مشكله ان هو كل معظم الهرمونز بيبقى لها سيركاديان ريزم. سيركاديان ريزم يعني في بعض بتبقى بلساتايل، في بعض الهرمونز بتبقى سكريتد بلساتايل، يعني بتزيد في اوقات معينه من اليوم، فعشان كده لازم اقيس الهرمون ده ات ابرسكرايب تايم اوف دي، يعني لازم يتقاس في وقت معين، فاستنج مثلا او 9 اي ام، لان بعض الهرمونز بيبقى لها حاجه اسمها سيركاديان ريزم فلازم تتقاس. فاول حاجه بقيسها هي البلاد هرمون ميجرمنت، ان انا اقيس البلاد ليفل اوف ذيس هرمونز. وغالبا لما باجي بقيس الفري او البايو افيلابل هرمون، عشان هو ده اللي بيبقى الاكتف فورم. يعني لما اجي اقيس ما بقيس التوتال، التوتال هو ده عباره عن كل الهرمونز الموجوده في البلاد، الفري بارت والبندنج بارت او البندنج هرمون مع الالبومين او البندنج بروتين بتاعه. فلما اجي اقيس البلاد ليفل بتاع الهرمون بقيس الفري او البايو افيلابل هرمون، عشان ده هو ده يعتبر الاكتيف فورم. الا بعض الحالات ان في بعض الهرمونز مثلا زي ما احنا قلنا ممكن تبقى بلساتايل او ما تبقاش هي دي الاكتيف فورم بتاعها، فممكن بقيس الاكتيف ميتابولايت او الاكتيف فورم بتاعه زي حالات الجروث هرمون. والجروث هرمون كمان مشكلته ان هو ليه شورت سيرم هاف لايف، ما بيقعدش في البلاد او في البلازما فتره طويله، فعشان اقيسه ما بقدرش اقيسه او ما بيبقاش اكيوريت قوي. انا ممكن اقيسه فاستنج الصبح ويبقى ده بيزل جروث هرمون، بس الادق والاحسن ان انا اقيس الميتابولايت او الاكتيف فورم بتاعه اللي هو السيرم انسولين جروث فاكتور 1 او الاي جي اف اتش اي جي اف 1 اللي هو بيرديوسد في الليفر نتيجه ان هو بيحصل ميتابوليزم للجروث هرمون في الليفر بيحوله للانسولين لايك جروث فاكتور 1، وده يعتبر الاكتيف فورم وده يعتبر الاندكس ان انا اقيس بيه الجروث هرمون اكتيفيتي. او في بعض الحالات بقى ان انا ممكن اقيس زي ما احنا قلنا اليورين ميتابولايتس، يعني اما بقيس الهرمون في البلد او الميتابولايتس تحته في اليورين، زي حالات الكوشنج ديزيز او الكوشنج سندروم بقيس الفري كورتيزول ليفل في اليورين، او ممكن اقيس كمان السليفري هرمون. يعني بعض الديزيز برضو ممكن اقيس السليفري بلاد ليفل هرمون موجود في البلد. وحاجه سبيسيفيك للاندوكراين ديزيز اللي هي الدايناميك تيست. الدايناميك تيست ديت هي عباره عن ستيموليشن او سبريشن تيست حسب الفانكشن بتاع الجلاند. يعني انا لو شاكك ان الجلاند فيها هايبر فانكشننج بحاول اعمل لها سبريشن تيست، انما لو الجلاند فيها هايبو فانكشننج بحاول اعمل لها ستيموليشن تيست. واشهر ستيموليشن تيست ده في حالات الاي سي تي اتش ستيموليشن تيست في حالات الاديسون ديزيز زي ما هنقوله بعد كده. وسبريشن تيست اشهر سبريشن تيست برضه هو الديكساميزون سبريشن تيست في حالات الكوشنج سيندروم. فالاستيموليشن تيست او اشهر او نموذج من الاستيموليشن تيست الاي سي تي اتش ستيموليشن تيست او ساعات بيسموه ساينكتين تيست، ده عباره ان انا بعمل انجكشن للساينكتين اللي هو عباره عن سينثيتك الاي سي تي اتش، بديه بجرعه 250 مايكرو جرام بيتاخد انترافينوس او انترا ماسكولار، وبعد كده بقيس السيرم كورتيزول ليفل. يعني الاول العيان بيروح فاستنج بقيس البيزل سيرم كورتيزون بتاعه، بلاقي السيرم كورتيزون بتاعه قليل، فانا كده بشك ان العيان ممكن يكون عنده اديسون ديزيز، فعشان كده ببدا اعمل له ستيميوليشن تيست. الستيميوليشن تيست ده ان انا اديله الاي سي تي اتش هرمون عن طريق انجكشن انترافينوس او انتراماسكولار، بديله حوالي 250 مايكرو جرام، هي يعني الامبول بيبقى 500 مايكرو جرام، فتقريبا بياخد نص الامبول 250 مايكرو جرام. العيان بيروح الاول صايم الصبح يسحب بيزل كورتيزول، طبعا بنلاقيه قليل اللي هو شاكين ان هو كوشن اللي هو شاكين ان هو اديسون، بيطلع سيرم كورتيزون الصبح قليل. فبعد كده ببدا اعمل له ستيموليشن ان انا اديله 250 مايكرو جرام
اي سي تي اتش، وابدا بعد كده كل نص ساعه اقيس السيرم كورتيزول ليفل. في النورمال لو واحد ما عندوش اديسون، ان انا لما هبدا اعمل له، طبعا لما اقيس السيرم كورتيزول الاول هيبقى نورمال، هيبقى من 5 ل 25، ويحصل دبلنج للرينج ده بعد نص ساعه او بعد ساعه او بعد ساعه ونص، ممكن يوصل لحد 20 مايكروجرام بير ديسيليتر. ده في النورمال لو واحد سيرم كورتيزون بتاعه قليل، بس انا عملت له ستيموليشن، ده هيحصل ستيموليشن الجلاند طالما الجلاند بتاعته نورمال، شغاله نورمال، وهيبدا السيرم كورتيزون بتاعه يعلى بعد نص ساعه، لما اقيسه بعد نص ساعه او بعد ساعه او بعد ساعه ونص يبدا يعلى ويوصل لحد 20 مايكروجرام او اكتر. انما في حالات الاديسون ديزيز هو ده خلاص، ده فيه برايمري هايبو فانكشننج او سكندري هايبو فانكشن في الجلاند اتسلف. فلما بقيس السيرم كورتيزون الاول بلاقيه قليل اور لو نورمال البري انجكشن فاليو، بس بعد كده لما بديله السلاكتين هرمون بلاقي ان الليفل نوت رايز اباف ا بيك فاليو اوف 15 او 18 مايكرو جرام بير ديسيليتر بعد نص ساعه. يعني اي قرايه بعد كده نص ساعه او ساعه او ساعه ونص ما وصلش لل 18 مايكرو جرام، يبقى معنى كده ان في هايبو فانكشننج في الجلاند، فمعنى كده ان احنا بنشخص بيه ان العيان ده عنده اديسون ديزيز. مثال للسبريشن تيست هو الديكساميثازون سبريشن تيست، وده بستخدمه في الحالات او في الدياجنوزس اوف كوشنج سيندروم او كوشنج ديزيز، ان انا شاك العيان ده عنده كوشنج، فحاول طبعا كوشنج ده فيه هايبر فانكشن للجلاند سوبرا رينال جلاند بتطلع كورتيزول بنسبه عاليه، فانا بحاول بقيس طبعا سيرم كورتيزول اي ام وبي ام بلاقيه عالي، فانا بحاول اعمله دايناميك تيست طالما الهرمون عالي، اعمل له دايناميك تيست ان انا اعمل له سبريشن. ففي النورمال بيشنت طبعا هيحصل سبريشن، انما في العيان اللي عنده كوشنج مش هيحصل سبريشن، هلاقي سيرم كورتيزون بتاعه عالي. فاحنا في الديكساميثازون سبريشن تيست بنستخدم الدوز اما 1 او 1.5 او 2 مللي جرام اوف ديكساميثازون، بيديله كتابلت او سيرب اورال تقريبا الساعه 11 او 12 بالليل، وخلي العيان يصوم، يروح الساعه 8 او 9 الصبح المعمل يقيس السيرم كورتيزول ليفل. في النورمال بيشنت لما هياخد طبعا كورتيزون، لما العيان بديله كورتيزون بالليل قبل ما ينام، ده يعمل سبريشن للسوبرا رينال جلاند انها تطلع كورتيزون الصبح. فلو هو في النورمال يعني الجلاند ريسبوند للديكساميثازون اللي انا اديته لها، الدراج اللي انا اديته اللي هو الديكساميثازون هيعمل سبريس المورنينج سيرم كورتيزول، هيبقى لما يقيسه الصبح هيلاقيه اقل من 1.8 مايكرو جرام بير ديسيليتر. انما في العيان اللي فيه كوشنج، فهنيجي نتكلم على الاندوكراينال ديس اوردرز او الديزيز ممكن تحصل لاي انسان، هي عباره عن حاجتين، يا اما في هايبر فانكشننج او هايبو فانكشننج للجلاند، يعني يا اما الجلاند شغاله زياده عن اللزوم، يا اما فيها ديكريز للفانكشن بتاعها. وبنقسم بقى الكوز زي ما احنا قلنا، في ان جنرال كلير فيلير تو سبريس الكورتيزون ليفل ان ريسبونس تو الديكساميثازون سبريشن تيست استابليش الدياجنوزس، وتاكدت كده ان العيان ده غالبا عنده بنيجي للتريتمنت اوف اني اندوكراينال ديس اوردر حسب الفانكشن بتاعت الجلاند. يعني لو الجلاند لو فيها هايبو فانكشننج غالبا التريتمنت بيبقى ريبليسمنت هرمون، يعني ريبليسمنت الديفيشنت هرمون اللي حاصل في الجلاند دي. انما لو في هايبر فانكشننج في الجلاند بنعمل غالبا سبريشن للاكسسيف هرمون. فلو في هايبو فانكشننج ديس اوردرز يعني الجلاند فيها هايبو فانكشننج، غالبا ان احنا طبعا لازم نعوض الجسم بالهرمون اللي فيه ديفيشن، فبنعمل ريبليسمنت ثيرابي اوف ذا بريفرال اندوكراين هرمون ريجاردلس الديفكت بقى، اذا كان برايمري يعني ديزيز في الجلاند نفسها او سكندري ديزيز او اندر ستيموليشن من بيتيوتري جلاند. وفي بعض الحالات لو في نتيجة يعني بيحصل هايبو فانكشن نتيجة ان في ريزيستنس للهرمون، بندي حاجة تحسن السنسيتيفيتي بتاعة التشو للهرمون ده، واشهر اكزامبل ان احنا بندي حاجة انسولين سنسيتايزر في حالات التايب 2 دايابيتس زي الميتفورمين او السيازولايدين دايون. زي ما احنا قلنا ان ديس اوردرز حاجة من اتنين، يعني الديزيز او ديس اوردرز ممكن تحصل في الاندوكراين جلاند حاجه من اتنين، يا اما هايبر فانكشننج نتيجه الهرمون اوفر برودكشن او اندر برودكشن فبنسميها هايبو فانكشن.
وشكرا جزيلا.